يا رب خلصنا منها على خير بقى يا رب، ويجي ميشو. ميشو مين فيك يا وسام؟ عيب عليك، هو في ميشو غيرك؟ يا عم عيب عليك انت يا عم عفانه، وانا دلوقتي بكلمك ده انا بكلم نفسي بقى، فهمت ولا لا؟ طب افكك بقى من الحوار ده خالص. بص انا جايب لك معايا برشام. يخرب بنتك هتودي في داهيه. برشام اصلي عشان تخليك تمام قدام وكيل النيابه. يا عم انت عايز مني ايه يا عم عفانه دلوقتي؟ قال لي انا بكلم نفسي. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ يا رب يا رب بقى ارحمني بقى منه قبل ما اموت. مشهور سيد حسان. ايوه الحمد لله ربنا استجاب له دعائي. تعالى يا باشا تعالى، يخرب بيتك ده انا لو اتشني ارحم منك. امشي معاه برشام في الشراب. حصل يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر، تحت امرك يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. انت مشهور السيد حسان؟ يعني يعني طب اكتب يا ابني اسمه مشهور السيد حسان. يعني يعني ايه يعني؟ بص بقى حضرتك، كما قال سقراط، راحة الحكماء في وجود الحق، وراحة السفهاء في وجود الباطل. والحق بقى حضرتك ان ميشو والله العظيم لم يكن موجودا وقت وقوع الحادث، وان جنزير هذا يدعي عليه. واذا كنت قد جئت الى هنا مقهورا ومجبرا من ابي واخي، فلانني احبهما رضخت. اعلم ان سيادتك ستقول لي قول مارتن لوثر حين قال: لا يستطيع احد ركوب ظهرك الا اذا كنت منحنيا. ساجيبك قائلا بقول الامام علي رضي الله عنه حين قال: عاتب اخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه. وده بقى حضرتك كل اللي انا عملته والله العظيم بالظبط. وكما قال جيفارا: ان الطريق مظلم وحالك، فإذا لم تحترق أنت وأنا فمن ينير الطريق؟ من ينير الطريق؟ يحول إلى مستشفى الأمراض العقلية. لا، ما كانش حلم. ما كانش حلم. لا، كان حقيقة. كان حقيقة. كانش حل. كانش حل. كان حقيقة. كانش حقيقة. ما كانش حلم أبدا، كان حقيقة. مستحيل. كان حقيقة. شوفوا لي الولد مين شوفين، وشوفوا العربية ما فني ده في النيل. غوروا يا بلد. مين شوف الحجز يا معلم؟ مالك؟ أنت كنت بتحلم بميشو ولا إيه؟ لا أنا ما كنتش بحلم. ده كان حقيقة. كان حقيقة. روحوا شوفوه يا راجل. اجروا. كان حقيقة. ايوه. بصراحة أنت مفيش منك يا أستاذ ميشو. متشكر جدا يا فندم والله. أنا على فكرة يا فندم، أنا عندي كمان الموسوعة الكاملة للقوانين والتشريعات من أيام حمورابي لحد دلوقتي. يا سلام، ويا ترى بتلاقي وقت تقرا ده كله؟ يا فندم كما قال نجيب محفوظ: لا أريد أن أموت قبل أن أكمل رسالتي، أو على الأقل قبل أن أعرف ما هي. طب اسمع، ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجة ما تكلمنيش. هاتصل برضو بسعادتك يا فندم، لان سعادتك بتتسم بشيم الكرماء. ينفع بقى اروح دلوقتي يا فندم؟ هتروح ما تقلقش. اولا لانك صدعتني، ثانيا لان في شهادة شهدت ان انت كنت معاها وقت وقوع الجريمة، ثالثا بقى وهو الاهم، انك يا اما رايحة منك يا اما فعلا مثقف وبالاخلاق دي، وفي كل الاحوال دي مش مواصفات مجرم. اكتب يا ابني: بعد سماع أقوال الشاهدة وسماع أقوال المتهم، قررنا نحن مدحت الفولي وكيل نيابة عابدين الإفراج عن المتهم مشهور السيد حسان، يعني من سرايا النيابة بضمان محل الإقامة. متشكر جدا يا فندم، بس أنا كان ليا طلب عن سعادتك إذا سمحت. يعني برضو يعني؟ اتفضل يا سيدي. في واحد بره يا فندم اسمه عفانه، وهو اسم على مسمى، هيدخل لحضرتك دلوقتي، فاذا كان مذنب حضرتك فيا ريت ما تسجنهوش، لانه بيأذي ناس كتير قوي، ولان السجن ما هوش عقاب ليه. حضرتك يعني لو حكمتوا عليه انه يستحمى كل يوم، ده يا فندم هيبقى اكبر عقاب ليه، واؤكد لسعادتك انه بعدها لا يمكن يرجع للاجرام بتاتا. اتفضل بقى المنديل ده عشان لو دخل لسعادتك. يعني ادخل. لو سمحت يا فندم، في واحد بره بيقول ان هو عم المتهم عاوز يدخل لسيادتك يا فندم. خلاص هو هيروح. ماشي.
فاطين بريء يا سعادة البيه، فاطين بريء والله العظيم بريء وما عملش أي حاجة. خلاص يا عم أنس، خلاص الموضوع خلص خلاص. لا ما خلصش، ما خلصش يا سعادة البيه، فاطين بريء والله العظيم بريء. فاطين؟ بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. خلاص خلاص، فاطين خلاص. أصل عم أنس يا فندم يعني ملقبني بلقب فاطين زكي يعني، أما هو ده عمي اللي مربيني من صغري ومشجعني على القراية دايماً. على العموم هو خلصت العبارة وهيروح معاك، اتفضل مديري هنا. حاضر يا فندم. قصدي مشهور سيد حسين يا فندم. معلش يا فندم بقى، اصل عم يعني لخبطني. السلام عليكم. يلا عم يلا. السلام عليكم. خلي عفان يا ابني. الريحه الفظيعه دي هبقى اشرح لك بعدين يا عمي. انما انت ايه بس اللي جابك؟ اما انا كان لازم اطمن عليك معادك وتكريمك. انا جبت لك البدله اهي، وادي كمان النضاره بتاعتك. ربنا يخليك لي يا رب يا عم. انا صحيح الساعه كام دلوقتي؟ حوالي 10 ونص تقريبا. يا خبر ابيض، ده الميعاد الساعه 11. طب معلش هتلحق برضه. يلا غير هدومك، شوف اي حمام حتى. لا بلاش الحمام النهارده خالص يا عمي، ده انا من ليله امبارح وانا جنبي عفانه ونص ساعه اللي سبته فيهم كنت قاعد في الحمام. بص بقى يا عمي، انا هغير في التاكسي وخلاص. طيب بس حافظ على نفسك، خلي بالك من روحك. حاضر يا عم. انا كان نفسي اصورك بس معلش بقى. امانه عليك، كمان عليك تسلم لي على سيادة الأمين يدا بيد. هنا يا عم. حاضر. يلا بقى عم. وكيل النيابة لما قعد معاه واتكلم قال له مش ممكن يكون حد في ثقافتك وعلمك حرامي أو لص، وفي واحدة شهدت إنها كانت معاه ساعة الجريمة. طلع براءة؟ أيوة طلع براءة الحمد لله. وكل النيابة اداله الكارت بتاعه وقال له عشان لو احتجت اي حاجة يا استاذ فاطين. يا ابن الايه يا فاطين؟ يا ابن الايه؟ ده ما ازاي كانت تايه عن بالي الفكرة دي؟ لا بقولك انت وهو، فاطين مش هيمثل تاني، مش هيعمل نفسه مكان بيشو تاني، مش كل مرة تسلم الجرة. ومين دي اللي شهدت انها كانت معاك ساعة الجريمة؟ ها؟ في حاجة غريبة يا سيد، بس هعرفها. هي؟ ايوه هي. اقول لها بقى انها خلاص اتكشفت عشان تعرف انها بقى الكارت محروق. هي مين دي اللي اتكشفت؟ الو؟ ايوه يا سارة. لا فاضي طبعا. اوكي باي. برضو هتقابلها؟ ايوه هقابلها. ايوه بس ما تقلقش يا سيد، ده انا ميشو. لمياء، لمياء حبيبتي، لمياء استني بس. لمياء. نعم افندم، عايز مني ايه؟ الثلاثه مره واحده. نعم وافندم، وعايز ايه يا لمياء؟ ليه الحده في المعامله دي؟ ده انا فاطين حبيبك. خلصت كلامك؟ لا لسه. لمياء والله العظيم، والله العظيم انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انت لسه هتكذب تاني؟ ما بكذبش يا لمياء، ما بكذبش. انا كنت بس يعني مستني الفرصه المناسبه علشان اقول لك. وبعدين ما انت عارفه ان انا عايش طول عمري مع عمي انس. وبعدين بقى بص، من الاخر انا حبيتك لشخصك انت، وانت كمان لازم ارجوكي تحبيني لشخصي. وبعدين وبعدين يا لمياء، خطيبك النهارده يعني راح قابل بالذات نفسه الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، وكمان يعني النهارده يوم حلو، فانا قلت بقى ايه، لازم يا فاطين تحتفل بيه يعني بلمياء مع بعضكم سوا كده. وتحتفل معايا انا ليه؟ ما تحتفل مع الحلوه الاموره مسمره بتاعتك. ايه ده؟ انت قصدك يعني عشان هي ادتني الورده دي يعني؟ لا ده هي ادتهني كده علشان يعني هي فرحانه ان انا اتكرمت. يا حبيبي هي كمان ادتك الورده دي؟ ربنا يخليها لك هي والورده. متشكر يا لمياء يا حبيبتي. ها صافية لبن، عينيكي بتقول حليب يا قشطة. وكما قال المتنبي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. لمياء، لمياء، ده إيه الغلب ده يا ربي؟ يا
مالك يا ميشو؟ شكلك مش في المود النهارده. بس في موقف حصل لي مضايقني شويه، مع ان عمر ما في حاجه ضايقتني. موقف ايه ومين اللي عمله؟ واحدة كنت أعرفها قالوا لها، بس اكتشفت إنها كانت بتضحك عليا. مش يمكن تكون غلطان؟ أو يمكن تكون غبية علشان لسه ما تعرفش مين هو مش الحال. ويمكن تكون عارفاك لدرجة إنها ما قالتلكش عشان ما تفهمهاش غلط، ويمكن تكون عايزة مصلحتك. محدش يعرف مصلحتي قد إيه. ساعات الواحد يمشي وبيبقى عدو نفسه، فاكر ان كل تصرفاته صح، مع انه بيكون بيأذي نفسه وبيأذي كل اللي حواليه. ممكن كمان يكون الانسان شايف الشخص اللي واقف جنبه وعايز مصلحته على انه عدوه، مع انه لو ركز شويه هيتاكد انه عايز يساعده فعلا. ده لو كنت طلبت المساعده. انا لو شفت واحد بيرمي نفسه في المايه مش هستنى لما يغرق عشان يطلب المساعده. واذا كان هو بيعرف يعوم، واذا كان المايه اللي رمى نفسه فيها مش هتوصله لحاجه، هيبص يلاقي نفسه على ارض صلب تكسره. حتى لو انكسر مش هيموت. وليه يرضى على نفسه يعيش طول عمره عاجز؟ كل واحد مسؤول عن اختياره وعن طريقه، واللي اختار يتحمل. واذا كان لسه في فرصه ان واحد يرجع عن طريقه ده، واذا كانت الفرصه اللي بيدور عليها بقت خلاص على بعد خطوات منه، دي مش فرصه، ده فخ معمول له. هو متعود على كده وكل اللي بيعوزه بيعمله. منتهى الغباء انك تفتكر نفسك اذكى من الاخرين، والفرصه دي مش فرصه، دي مخاطرة. حتى لو كانت مخاطرة فمش هتخليه يتراجع عن طريقه. إذا كانت الحياة كلها عبارة عن مخاطرة يبقى مفيش مشكلة. على فين؟ درس خلص. هستناك. يبقى هتستنى كتير. مش مهم، المهم إنك هتيجي. جالك بقى يا دودي اللي هيخرجك من اللي انت فيه. اتفضل يا مستر فطين. دودي السلام عليكم. ايه ده؟ لا ده باين الموضوع فعلا كبير قوي. لو سمحت يا فادي سيبنا لوحدنا شويه. حاضر يا مستر. خد الباب في ايديك. حاضر. ايه دودي؟ مش انا قابلت الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه؟ ايه ده؟ ايه دود انت بتعيط؟ بس عرفت اكيد دي دموع الفرحه. انا كنت متاكد انك هتفرح لي، بس مش للدرجه دي بقى يا دودي. فوق بقى. قول لي بقى انت ليه قافل على نفسك كده؟ هم قالوا لي تحت. بقى دودي اللي ما خافش وهو في وسط النار وكان شجاع يخاف كده من حته حرامي لا راح ولا جه. ليه عملت كده يا مستر فطين؟ عملت يا دودي؟ قصدك يعني ان ما خدتكش معايا للامين العام للمجلس الاعلى للاثار؟ معلش يا عم، المره الجايه ان شاء الله اوعدك اني هاخدك معايا. ما تتهربش من سؤالي يا مستر فطين. ليه سرقت خزنه مكتب بابا؟ بتقول ايه؟ يعني عارف انك ضابط شرطه؟ اكيد طريقته معايا بتقول كده، بس هو ما قاليش بصراحه. وناوي تتعاملي معاه ازاي؟ هحاول اكسب ثقته مره تانية، ولو اني عارفه ان ده شيء صعب جدا. من رايي انك تواجهيه وتتكلمي معاه بكل صراحه. معاك حق. قولي بقى ايه اخبار سرقه فيلا حسين المرشدي؟ سيدي مهم هو اللي اتسرق، وكمان الشوب بيقولوا ان شافوا الحرامي وهو بيهرب وهو راكب موتوسيكل. راكب على الموتوسيكل. الغريبه ان السرقه تمت بنفس طريقه ميشو. هي السرقه تمت الساعه كام؟ تقريبا بعد نص الليل. مفيش اي بصمات؟ لا، الحرامي كان لابس جوانتي، بس اثار الشوز اللي كان لابسه معلمه في جنينه الفيلا، تقريبا كوتش 41. على العموم انا من ساعه ما شفت الواد ده انا قلت مش ممكن يكون مجرم، ولد مثقف ومحترم ونظيف بجد. ايه؟ رحتي فين؟ لا ابدا، بفكر في حاجه كده. طيب هسيبك انا بقى عشان اروح اكمل التقرير اللي هيروح للنيابه. اديني حكيت لك بقى دودي على كل حاجه، مصدقني بقى؟ انت عارف
ممكن ربنا عمل كده وخلى ميشو يعمل عملته وانت تشوفه علشان تعرف كل حاجة. مش انت يا دودي ما كنتش راضي عن بعض تصرفات فادي ورانا اخواتك وكنت عايز تغيرهم؟ انا كمان ما كنتش راضي عن تصرفات اخويا ميشو وعايز اغيره. ها هتساعدني؟ هساعدك يا مستر فطين. لسه زعلان مني؟ لا يا مستر فطين. وانا كمان بقى مش عايزك تزعل من اخويا ميشو، وهوعدك ان ان شاء الله لما هنجح في تغييره هخليه يجي هنا هون بنفسه علشان يعتذر لك. تمام؟ تمام. يلا بقى يا حبيبي. يلا بقى بينا. دودي انتوا عاملين عشاء ايه النهارده؟ ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. طب يلا. يلا دودي. ايه ده دودي فين؟ دودي فين؟ يا دودي يا دودي.